متى هذا الدمار؟ أين أنكم يا حكام العرب؟ حتى القرآن لم يسلم من هذا المجري. أكثر من 6-7 صواريخ في انظروا إلى هذا الحي، لا يوجد فيه سوى المدنية والشيوخ والأطفال. انظروا ما حل هذا كله، كان ملام بالأطفال والهي كلهم على بيوتهم خلف المدافع. انظروا ما هذيك احترقت. هو ما حسنا ننقذ الأولاد والأطفال والشيوخ من هنا إلا تسلقنا من بعد أصحاب الخير والشباب، شباب الحي تم من بناء لبناء بإنقاذ الأطفال والشيوخ والنساء. وهذه المنطقة منطقة مدنية، ليست بمنطقة عسكرية ولا يتواجد فيها أي شيء. لماذا هذا الاستهداف من هذا من هذول المجرمين الروس يستهدفون هذه المناطق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هذا المصحف لم يسلم منه. في زلم فوق بعد حتى نطلعها بتجيب سلمة خش سلمة هون عند جارنا.